حلقة خاصة عن كابتن إيهاب جلال، طبعا ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويدخله فسيح جناته. آخر مداخلة مع الكابتن أيمن حافظ، عضو إدارة المنتخبات الوطنية، واللي كان اشتغل مع كابتن إيهاب جلال في نادي الزمالك. كابتن أيمن، البقاء لله. كابتن أيمن. كابتن كريم، ازيك كابتن كريم؟ الله يخليك كابتن أيمن. البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله، ويصبر أهله ويصبرنا على فراقه، لأنه أنا تعاملت معاه. بص، هو من الآخر ده شخصية نادرة في الوسط الرياضي اللي احنا فيه. بالظبط بالظبط، مش هتتكرر تاني ولا هنشوفها تاني في كل حاجة: أدب، أخلاق، احترام، شطارة في الشغل. مفيش مكان راح فيه ما كانش ناجح فيه، ما كانش بيشتغل. هتلاقي كل لعيبة مصر الأماكن اللي اشتغل فيها كلهم بيعشقوه وعلى اتصال بيه. لا يعني حاجة، هو الناس نفسي بس كريم تتطعز من الحاجات دي. الحمد لله. وشوف الناس، شوف السوشيال ميديا عامل ازاي على الكابتن هاني. طبعا. شوف الناس كلها بتتكلم عليه ازاي. حاجة نادرة جدا في الوسط الرياضي. كان لعيب جامد جدا، عمره ما حصل منه مشكلة لحد. لعب منتخب مصر ومدرب، يعني حدث ولا حرج في كل الأماكن اللي اشتغل فيها، عمل فيها طفرات جامدة جدا، مقصة كسر الدنيا، وكان عمل أجيال ما شاء الله عليه. يعني مهما أقول لك عليه، أنا أما بشتغل معاه أو ما اشتغلت معاه في نادي الزمالك، راجل هدوء رهيب. يعني الدنيا تبقى مولعة وهو صبور جدا وهادي جدا، وبيمتص أي مشاكل بهدوء. يعني حاجة، يعني أنا مهما هتكلم عليها كريم مش هقدر أقول لك يعني الراجل ده كان عامل إزاي. ده كان ملاك بأمانة. ربنا ربنا سبحانه وتعالى يصبر أهله ويصبرنا ويجعله من أهل الجنة يا إن شاء رب. الله. وهو إن شاء الله هيبقى من الجنة، لأنه أنت عمرك شفت إيهاب جلال طلع يتكلم على حد؟ لا لا لا، لسه كنا بنتكلم في إن كل الناس قالت نفس الكلام حضرتك بتقوله. أنا ليا تعامل شخصي كمان كان مع كابتن إيهاب، وعارف شخصيته وعارف سلوكه وطباعه. يعني كل الناس اجمعت على اللي حضرتك بتقوله ده، كل الناس اللي دخلت معانا اجمعت على نفس الكلام. لا لا لا، حاجه ما حصلتش يا كابتن كريم. حاجه يعني ربنا يصبر اهله، يصبر اهله ويصبرنا، وان شاء الله يجعله من اهل الجنه. انت يا رب ان شاء الله. انت المدربين دول يا كابتن كريم، انت راجل اشتغلت في المجال وكنت مدير كوره قد الدنيا وعارف كابتن حسن. الضغوط الكبيره طبعا. الناس دي بتتعب تعب طبعا طبعا. كم ضغوط طبعا. الله يرحمه الكابتن إيهاب جلال عمل سنة في الإسماعيلي ما حدش يعملها. صح صح، والله ما حد، ما في أي مدرب، مع احترامي لكل المدربين، يقدر يستحمل اللي هو استحمله في نادي الإسماعيلي. صح. إن يجيب كل لعيبة ما عندوش أي إمكانيات في الدنيا، ويطلع جيل كله عيال يعني ناشئين وشباب صغيرين. ناشئين وشباب صغيرين، ويقعد الإسماعيلي في الدوري، ويلعب قبل النهائي في الكاس، ويوصل الاسماعيلي، ويبيع لعيبه بملايين الجنيهات. الله ينور عليك. يودي عمر الساعي الاهلي ب 50 مليون، وعبد الرحمن مجدي البيراميدز، وقبليهم اياد العسقلاني بمليون دولار لروستوف الروسي. ده حاجه بالاخر ملاك، والله العظيم ما بجامله. ده حاجه ما حصلتش في الرياضه المصريه ولا في المدربين ولا في اي حاجه. انا بقول لاهله ربنا يصبركم ويصبرنا، ده في حته ثانيه خالص ان شاء الله. ربنا يرحمه يا رب. ربنا يرحمه برحمته الواسعه. ويعني ربنا برضه ما تقلش عليه، هو دخل المستشفى ما كملش اسبوع اعتقد. ايوه. يعني الحمد لله، يعني برضه ربنا ما تقلش عليه، ويعني ما كانش حاسس، يعني كان في غيبوبه. خالص خالص. ده تعب في البيت. انا كنت على اتصال على طول بالكابتن حمد، لانه صديقي جدا، وانت عارف الكابتن حمد علاقته بالكابتن إيهاب ازاي. فكنت يوميا على اتصال بيه. أيوة. هو قال لي ده وقع في البيت، ودوه المستشفى، عمل عمليه او عمليتين في مخه. أيوة. كان عنده جلطه في المخ، يعني ربنا يعافينا جميعا. أيوة. لكن في الاول والاخر يا كابتن كريم، ده قدر ربنا، ومفيش حد بيغلى على المولى عز وجل. وربنا ان شاء الله يا رب. لا باذن الله يبقى من اهل الجنه، وندعي له كلنا بالمغفره وبالرحمه، وان يصبر اهله، ونتعظ من كل الحاجات. الناس لازم تتعظ من الكلام ده كله يا كابتن. يا رب. يا كابتن ايمن بشكرك. يا كابتن ايمن، والبقاء لله. انا اللي بشكرك جدا جدا، وسعيد ان انا معاك. كان نفسي لا يا كابتن ايمن حاجه ثانيه غير ده، يعني لا ان شاء الله تكون موجود معانا قريب كده، تنورنا. حبيب. ان شاء الله. حبيبي يا كابتن كريم، الله يخليك. بنشكر كابتن ايمن حافظ طبعا، مدير او عضو اداره المنتخبات الوطنيه في اتحاد الكوره.